3-2-1. كان طموح الذهب لكن الحمد لله على كل حال. أهدي هذا الإنجاز لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد رئيس الفريق السعودي سمو وزير الرياضة ونائبه ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه. الحمد لله ظهرت أنا بمستوى جدا مشرف، اللهم لك الحمد، وراضي كثير عن نفسي، لكن نفس ما قلت كان طموح الذهب والحمد لله على كل حال.